باب متعة النساء أعتقد، لأننا انتهينا إلى باب المرأة يزوجها الوليان. في حد كاتب؟ نعم، النهي عن متعة النساء. الحمد لله. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه، قال في كتاب النكاح: باب النهي عن متعة النساء. قال: أخبرنا جعفر بن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة أن أباه حدثه رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال: استمتعوا من هذه النساء. قال: الاستمتاع عندنا التزويج. قال: فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن بيننا وبينهن أجلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه، فأتينا على رأس فأعجبها شبابي وأعجبها برده، فقالت: برد كبرد. قال: وكان الأجل بيني وبينها 10، فبت عندها تلك الليلة، ثم غدوت فإذا رسول الله قائم بين الركن والباب صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آذتم منهن شيئا. الله أكبر. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح. قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله عن أبيهما أنه قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله نهى عن المتعة صلى الله عليه وسلم، متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر. في هذا الحديث فيه الكلام عن نكاح المتعة. نكاح المتعة كان من أنكحة الجاهلية، نكاح المتعة كان من أنكحة الجاهلية، فجاء الشرع بإقراره إلى خيبر، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، ثم جاءت الإباحة، ثم جاءت الإباحة به بعد خيبر، كما الحديث الأول الربيع بن سبرة، أو من الربيع بن سبرة، نعم، بأنه أباحها النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبايا أوطاس عام الفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس بأنه حرمها، وقال: إن الله حرم نكاح المتعة. ثم قال: أبد الأبد، الذين قالوا بجواز المتعة لهم بعض الشبه، أخذوها من عمر ومن غيره، والصحيح أنها محرمة، سواء رجع عنها ابن عباس أو لم يرجع فهي محرمة، لأن النبي قال: أبد أبد الأبد. نعم. ونكاح المتعة هو أن يتمتع بالمرأة مدة محددة مؤقتة، أسبوع، 10 أيام، شهر، وفيها أمور: أولا تكون المدة على أجرة معلومة. الأمر الثاني عند انقضاء المدة ينفسخ العقد تلقائيا، تغلق في وجه الباب، تقول: انتهى. الثالث أنها تستحق الأجرة بملامستها. الرابع أن الولد لا ينسب له. ليه يا شيخ؟ نعم. الخامس أنه لا يتوارث بينه، وهذا فارق بين هذا النكاح ونكاح بنية الطلاق. نكاح بنية الطلاق الولد ينسب له، وليس المهر أجرة، وليس له توقيت مشروط، وإلا لو كان في توقيت مشروط يكون إيش؟ متعة. الوحيد الذي جعل النكاح بنية الطلاق هو من؟ الأوزاعي جعل النكاح بنية الطلاق متعة مطلقا، لذلك حرمه، والحنابلة يكرهون ذلك، والجمهور على جوازه، لكن اشترطوا له شروطا. يخبر سبرة بن معبد رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، فأقاموا بها 15 ليلة، 15 يوما، فمجموع ليلها ونهارها 30. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ونكاح المتعة، وهو تزوج المرأة إلى أجل مقابل أجر
يتفقان عليه ولمدة معلومة وينتهي من قضاء الأجل. فخرج ثورة رضي الله عنه ومعه رجل من قومه وهو ابن عمه. وجاء في رواية أخرى ابن ثورة أن ثورة رضي الله عنه أجمل منه، وكان الرجل الآخر قريبا من الدمامة، ومع كل واحد منهما برد يريد أن يعطيه للمرأة التي سيتزوجها، عطية زواج المتعة، والبرد كساء مخطط مفتوح المقدم يوضع على الكتفين كالعباء، لكنه أصغر منها، يلتحف به لابسه أو يزدله سدلا. وكان ثوب صبرة رضي الله عنه خالقا، يعني قديم شارف على الانتهاء كما يقولون. خرج ثورة رضي الله عنه ومعه رجل من قومه وابن عمه. وجاء في رواية أخرى أن ثورة رضي الله عنه كما قلنا كان أجمل. وأما برد ابن عمي فكان جديدا، قال فأعجبها شبابي وبرده. صرح فتح مسلم أن ابن عمه أراد استمالتها لما رآها تميل إلى ثورة، فقال صحيبي لما رآها كذلك إن برد هذا قديم وبردي جديد غض، يعني يقول لها ثوبي أجمل. وفي رواية قال إن برد هذا خلق مح، والمح هو البالي، خلق مح. فتقول برد هذا الشاب لا بأس بي ثلاث مرات أو مرتين، ثم اختارت صبر. طبعا اختارته لأمرين، لشبابي وجمالي. فبات معها ليلة، وفي رواية أخرى المسلم فمكثت معها ثلاثا، يعني ويتمتع بها. قال من كان عنده شيء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي أو فليخلي سبيلها. فتح في فتح مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة أبد الأبد. وهذا حديث فيه دلالة على جواز النسخ ثم العود ثم النسخ، لأنه نسخ في خيبر ثم أبيح، فنسخ النسخ ثم نسخ، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبد الأبد. قال ناوي أصاب أن تحريمها وإباحتها وقعت مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت ثم أبيحت عام الفتح عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا. ما حديث ثالث، علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن الله حرم المتعة والحم الحمر في خيبر. هذه كانت قصة بين ابن عباس وبين علي بن أبي طالب، لأنه علم أن ابن عباس يفتي بالمتعة، فقال إنك رجل تائه، إن الله حرم المتعة يوم خيبر. وكان ابن عباس يعلم، فيعلم أن التحريم نسخ. وابن عباس رضي الله عنه الصحيح أنه ما كان يفتي بالمتعة، ما كانش بيقول بالمتعة. ابن عباس كان يقول هي كالميتة للمضطر، هي كالميتة للمضطر. والحقيقة أيضا فيها أمر آخر اشتد فيها علي بن أبي طالب على ابن عباس، قال إنك رجل تائه، إن الله حرم المتعة وحمى الحمر الأهلية يوم خيبر. لما؟ لأنه ورد عن ابن عباس أنه أجاز الحمر الأهلية لحديث ضعيف، وورد أنه أجاز المتعة، فجمعهما علي بن أبي طالب بأن النبي حرمهما يوم خيبر. قال ابن المنذر جاء من الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم يوم أحد يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول، شوف كلام هنا تأسيسات ابن المنذر هي أعظم التأسيسات، قال لا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عياض أما ابن عباس فروي عنه أنه أباحا، وروي عنه أنه رجع عن ذلك. عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد صارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء يعني في المتعة، فقال والله ما بهذا أفتيته، وما هي إلا كالميتة، أو بين فتوته، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. خرج الخطاب والفاكهين، فالخطاب تحريم المتعة كالإجماع إلا عند بعض الروافض، ولا صح على قاعدتين في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته. يعني علي بن أبي طالب قائدكم وإمامكم، خذوا بقول، وصح أنها نسخت كما قلنا في خيبر ثم نسخت ثم قبيحت ثم نسخت في عام أوطاس أبد الأبد. ونقل بيقي عن جعفر بن محمد الصادق عند الرافضة، نقل عن جعفر أنه سئل عن المتعة قال هي الزنا بعينه. أصلا الرافض يبيحون المتعة للمزوجة كمان،
ويقولون هي أضعاف أضعاف الأجر على المفرد. وما توقع أن نكاح المتعة بطل سواء كان قبل الدخول أو بعده. قواعد أجمع على أن الشرط بطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلى الأوزعي فأبطله. واختلف هل يحد نكاح المتعة أو يعذر على قولين، لأنهم قالوا قد تكون فتوى ابن عباس شبه فقط، وأما لحوم الحوم الأهلية فهي محرمة باتفاق وليست بحلال. فوائد المستنبطة: لا قول لأحد كائن من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارق في الفتوى بين الإطلاق وبين التقييد، قد نسبوا الإطلاق لابن عباس وهو قيدها أنها كالميتة المضطر. صحة التعنيف والزجر عند الإنكار: علي بن أبي طالب قال ابن عباس إنك رجل تائه. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. فإن الهموم بقدر الهمم.